يعتبر برنامج بادر الذي تتبناه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أحد البرامج الرائدة في مجال احتضان ودعم المشاريع التقنية الناشئة، وعلى هذا الأساس أطلقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المؤتمر السعودي الدولي السابع لحاضنات التقنية، والذي يعتبر فرصة لأصحاب الشركات الناشئة للتعرف على تجارب مختلفة والحصول على استشارات اللازمة. يعد الابتكار والمبادرة عنصران أساسيان في تقدم وتطور اقتصاديات الدول، وتحرص المملكة على دعم هذا الجانب وتعزيزه من خلال إطلاقها المؤتمر السعودي الدولي لحاضنات التقنية 2016، والذي يسعى إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد قائم على المعرفة كما هو الحال في الدول المتقدمة، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يجب متابعة ما يستجد في موضوع حاضنات التقنية، ما هي الوسائل الحديثة الناجحة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، ما هي الطرق المناسبة جدا لمساعدة الشركات بأن تنمو ويكون لها سوق ناجح. يقوم المؤتمر بتغطية التحديات والبرامج التي تدعم رواد الأعمال التقنية المبتدئين وتطلعاتهم، وذلك من خلال عرض ومناقشة الابتكارات الجديدة والفرص المستقبلية، بالإضافة إلى العمل على تطوير مهارات رواد الأعمال التقنية ومناقشة دور الجامعات في دعم وتسويق الابتكار. تم تأسيس مكتب بادر لدعم المخترعين السعوديين، وهو مكتب يقوم بمساعدة المخترع في تعبئة الأوراق وطرح استشارات وكيفية حصول براءة الاختراع سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. يمثل المؤتمر منصة عامة لأصحاب المشاريع في ريادة الأعمال، حيث يتضمن أصحاب القرارات السياسية ووكالات التمويل لمناقشة المتطلبات اللازمة لتحقيق الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج الحاضنات والمسرعات. فيصل حسن، الإخبارية، الرياض.